تحت رعاية ملكية سامية من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يقيم مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي حفلة تدشين اعلان مملكة البحرين في جمهورية مصر العربية وهي الوثيقة التي تعبر عن فكر وفلسفة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ويعتبر اعلان مملكة البحرين الوثيقة التأسيسية لجميع اعمال مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.